كابتن علاء، يعني مشوار ما شاء الله طويل جدا، والحقيقة مسيرة حافلة، لكن بس عايز أبدأ باللقب بتاعك. يعني هو إيه حكاية البرنس دي، جت منين أصلا؟ والله الناس مين اللي طلعه يعني على حضرتك؟ يعني ناس كتيرة، يعني وأنا في مجال الكورة لما بروح مكان واشتغل فيه يعني الحمد لله بأسلوبي أو بتصرفاتي الناس وبشياكتي لا مصممه بقى على هو بيقول انا اول مره اقعد يعني يا جماعه انا اول مره اجي كاجوال وبتاع، فعمري ما طلعت كده، عمري ما طلعت. بس انت في بيتك يا كابتن، يعني بيتك كبير. يا رب يخليك كابتن علاء. طبعا يعني زي ما بنقول، يعني التقرير كمان ما وفقش حقك، يعني الناس مجتهده جدا، عملوا تقرير رائع، لكن في حاجات كتيره جدا يعني نحب نعرفها منك، والمشوار طويل. خلينا نبدا بالحاجات اللي الناس دايما بتحبها او احنا يعني بنقولها. البدايات كانت ازاي؟ كابتن علاء نبيل اصلا منين؟ من منطقه ايه؟ يعني خلينا نتكلم في حته السوشيال الاجتماعيه شويه، وبعدين نخش طبعا على التاريخ الطويل الرياضي. يعني انا طبعا من سكان مصر الجديده، ويعني كنت زي اي شاب في مصر، كان مباراه الشوارع هي اللي كانت، الشارع ده كان طلعت اجيال. طبعا دلوقتي ما تعرفش تمشي، بتمشي بجنبك دلوقتي. ده حقيقي. ف بدايتي كانت في نادي الشمس، و كانت بدايه ظريفه جدا. كان والدي الله يرحمه كان في القوات المسلحه، وكانوا عاملين عضويات مميزه للقوات المسلحه، فسالنا قلنا له يا ريت طبعا. ارحمنا من الشارع شويه. فالمهم رحت تمرين النادي، طلع قبل شام نسيم بيومين، ورحت بقى النادي بتاع شام نسيم، بقى دخلت نادي الشمس بقى. فطبعا كانت الملاعب متقسمه برضو ملاعب، فانا واقف بتفرج بقى. كم سنه كابتن سعيد؟ كنت 14 سنه. فالمهم واحد تقريبا اتصاب، فواحد بيقول لي تلعب يا كابتن؟ انت كنت واقف بتتفرج. عارف الكابتن بتاع زمان ده؟ فقلت له العب. فالمهم نزلت جبت جون، والتاني والتالت. اتاني واحد بيتفرج عليا بره، كان مدربي ربنا يديله الصحه كان في ناحيه كلاشه، راح مناديني قال لي انت بتلعب في حته؟ قلت له لا. قال لي تلعب في نادي؟ قلت له هلعب في النادي. رجعت بقى البيت فرحان قوي. ومن هنا كانت البدايه. كان نادي ايه بقى؟ نادي الشمس. نادي الشمس. طب كابتن، يعني حضرتك لا لعبت للاهلي ولا لعبت للزمالك، وبرضو والد حضرتك هو السبب في انك تلعب في المقاولين او اختار لك المقاولين بعيدا عن اي من القطبين، وكان ليه وجهه نظر خاصه يعني. تمام. ان انت هتتوظف بعد ما تطلع من النادي او بعد ما تعتزل اللعب. لا، مش حته التوظيف، كانت حته ثانيه. امال ايه هي؟ المشوار كان مثلا اروح مصر لغايه النادي الاهلي، واروح مشوار لغايه نادي الزمالك. يا سلام. وساعتها كان نادي الزمالك والنادي الاهلي كان نجوم، كان راس حربه نادي الاهلي اللي كان عبد الخطيب ومصطفى عبده. طبعا هنيجي للاسماء الكبيره دي، بس هو ده كان السبب، البعد المشوار. لا، هو نقالي النادي اللي هو هيبقى قريب مني. وهلعب. هلعب لان كان مهم انه عايزك تلعب. عايز يعني مش مهم تروح نادي كبير وتقعد. لا، مش توظيف ولا بتاع. لا، هلعب. أوكي. يعني لو رحت النادي الاهلي هتعب لغايه لما العب، ابقى فيه فلان وفلان. طب بامانه ما ندمتش انك ما لعبتش للاهلي؟ هو انا بعد ما بطلت وبعد ما دخلت بقى في مجال التدريب والاعلام وبتاع، لا، اللي بيلعبش الاهلي والزمالك بيدفع ثمن كتير. بتفرق. بتفرق طبعا. يمكن بتفرق كتير، بتفرق في كاريرك، حتى لو كنت مدرب، حتى لو كنت اعلامي، حتى وانت بتحسها يا كابتن. طبعا. يعني هو طبعا عشان مؤسستين، يعني النادي الاهلي والنادي الزمالك. انا كنت سعيد جدا بلعب، انا كنت سعيد جدا بلعب في النادي، بس بعد لكن كمان المقاولين طبعا بعد ما بطلت، لا، حاربت كتير او تعبت كتير لغايه لما عملت اسم لكن برضه لحضرتك المجهود اللي عملته ده، لو كنت بلعب في احدى خطبين كنت بقيت حاجه تانية. كنت وفرت على نفسك مشوار طويل. برافو عليك. ومجهود كبير. لكن برضه كابتن عايز اقول ان كمان النادي المقاولين يمكن الانديه الكبيره طبعا في الوقت دوت، وكان جيل انا بقول لك انا اتمتعت وانا بلعب في نادي المقاولين. اتمتعت فعلا. اتمتعت ورحت منتخب مصر وانا في نادي المقاولين. صحيح، هي دي بقى النقطه. انه مش من السهل على اي لاعب مش في الاهلي ولا الزمالك انه يوصل لمنتخب مصر. هي. وحضرتك حققت ده. ده اتعمل ازاي برضو؟ على هل عشان برضو مجهود. كنت موهوب بس ولا كان اقول لحضرتك حاجه. كنت يعني كان جيل الجيل ده محظوظ بمدير فني الله يرحمه اسمه الكابتن عبد الصالح الوحش. لو اقول لحضرتك التشكيل اللي موجود
لمنتخب مصر في كام واحد من بره الاهلي والزمالك؟ كان علي شحاته، كان محمد عمر اتحاد، حمد غزوت ايه كان المنيا، المنيا بالظبط، عماد سليمان، اسماعيلي، شوقي غريب، المحله، علاء نبيل، مقاولين. شوف كام لعيب ده يعني. النهارده انت هاتي مدير فني مسك منتخب مصر لاعب هذا الكميه من بره الاهلي والزمالك في منتخب مصر اساسيه.